وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نوال خاطر، وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذا تحل مملكة البحرين المركز الأول على المستوى الدولي في نسبة المدارس الحاصلة على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا من شركة مايكروسوفت الدولية، يعني كيف تصفون هذا الإنجاز؟ نعم، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، واسمحوا لي في البداية بأن أرفع المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك الدرج المعظم، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد رئيس مجلس الوزراء الباقر، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تصدر مملكة البحرين وحصولها على المركز الأول عالميا بنسبة المدارس الحاضنة للتكنولوجيا. ومثل ما ذكرتوا عندنا 36 مدرسة حصلت على هذا اللقب بعد اجتياز جميع المتطلبات من شركة مايكروسوفت، وأيضا نفيدكم بأن 1716 معلم حصل على لقب المعلم الخبير من شركة مايكروسوفت. طبعا يمكن من هذا المنبر نبارك للمدارس والمعلمين والطلبة هذا الإنجاز المشرف واللي كان طبعا بجهوده متميزة. وإحنا طبعا وزارة التربية والتعليم تمكنت بفضل دعم متواصل من مجلس الوزراء الموقر بأن إحنا نبرم اتفاقية التحول في التعليم مع شركة مايكروسوفت، وهي ركزت على التعاون في مجال تدريب المعلمين والطلبة على مهارات القرن 21 لتأهيلهم التعاون مع التقنية. وإحنا في الوزارة طبعا نسعى لتنفيذ كافة البرامج التطويرية لتحقيق توجهات الحكومة، خصوصا بما يتعلق بتعزيز التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي. وبذلك استطاعت وزارة التربية والتعليم تقديم خدمات تعليمية رقمية ذات جودة لجميع الطلبة جميع المراحل الدراسية وأيضا للمعلمين ولأولياء الأمور. يمكن من أهم هذه الخدمات هي توفير حسابات مايكروسوفت 365 لجميع الطلبة والمعلمين في مدارسنا الحكومية، يعني جميع طلباتنا لديهم هذه الحسابات اللي مكنتهم من أنهم يقومون بهذه الأعمال اللي أهلتهم للحصول على هذه الجوائز. طبعا هذا شكل نقلة نوعية في التعليم والتعلم، وأيضا ساهمت بشكل كبير في تطوير التحصيل الدراسي طلباتنا وتنمية مهارات التفكير العليا، وأكيد وصلنا لهذا الإنجاز المشرف. نعم، نجدد لكم التهنئة. شكرا لك الأستاذة نوال الخاطر، وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والآداء، شكرا جزيلا لك.